عليكم حبيبي، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. سويت هذا الفيديو فقط مشان اتكلم عن القضية الفلسطينية. اكيد فاول شيء اللي نقدر نسويه اكيد اللي هو ننشر عن القضية الفلسطينية، حتى انه عم يقطعوا لنا، حتى انه الانترنت والسوشيال ميديا والاخبار ما عم يخلونا ان نوصل صوتنا للناس الاجانب ونورجيهم الحقيقة. بس مو مشكلة، احنا ما رح نسكت ورح نضل 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 نحكي. مشان اقول لكم، انا من لما صارت، يعني من لما بدأ الموضوع وانا مسوية حداد، صار لي اسبوع ما عم اروح للشغل، ما عم اسوي ولا شيء. وانا كوحدة مسوية عقود مع شركات ومع هيك، لازمني انزل عن شغلي وهيك، بس قلت لهم ما رح انزل هالايام، يمكن ينتظروني بعد 3 أو 4 أيام لانه ما رح اقدر انزل. وثاني شيء اللي بدي أخبركم يا إنه أي شيء بيساعد على الصهيونية أو بيساعد إسرائيل أو دولة إسرائيل، بدي إياكم إنكم تقطعوه اقطعوه اقطعوه اقطعوه. مثلا الماركات العالمية مثل ماكدونالد، ستاربكس، كوكاكولا، سبرايت، الأوريو، هالأشياء كلها بدي إياكم تقطعوها. وشيء تاني إنه أنا هالأيام بالإنستغرام عم حاول إني أنزل عن القضية كتير، بس الانستغرام ما عم يخليني اني انزل ولا شيء، عم يمحي لي ستورياتي، عم يمحي لي بوستاتي وهيك. فرحت لتويتر، صرت اتكلم في تويتر كثير، فاللي بده يتكلم عن القضية الفلسطينية اكثر يروح لتويتر، يعني اللي هو برنامج اكس هالايام. فقط عم اتساءل، اجاني هالسؤال كثير في بالي، هذوك الكوريين اللي عم تدعموهم، اللي كنتوا عم تدعموهم، اللي لساتكم عم تدعموهم في اللايفات وبتعطوهم فلوسكم، انتوا العرب، انا جالسة عم اتكلم عن هذوك الداعمين العربيات، البنات اللي بيدعموا الكوريين، اوبا اوبا اوبا، وينهم؟ ما حكوا عن القضية الفلسطينية، ما حطوا ولا كلمة، ما سووا ولا شيء، ولساتهم بيسووا لايفات على التيك توك، لساتهم العرب بيدعموهم بيحطوا لهم فلوس، ليش هذوك الفلوس ما تدعموهم في القضية الفلسطينية؟ وينهم هذوك الكوريين اللي بتروحوا عندهم على اللايفات وبيقولوا احنا بنحب العرب، حب العرب باللسان، وينهم هذوك الكوريين والايدولز تبعكم، وينهم؟ يجوني كثير مساجات من عند احبابي اللي في فلسطين، خصوصا في غزه، بيقولوا لنا ايه احنا عايشين يعني كل يوم بالقصف والموت، وعائلتنا مات والشهداء وكل شيء، بس في كثير عم يقولوا انه في ريحه مسك بتعطر يعني مناطق غزة بشهدائها. وأنا كتير فرحانة، وصراحة كتير فرحانة في نفس الوقت وحزنانة. فرحانة لأنه الشهداء راحوا للجنة، لازم تعرفوا إنه هذا الشيء كلهم بالجنة مبسوطين الحمد لله. وفي نفس الوقت أكيد حزنانة على بلدنا فلسطين وعلى ناس فلسطين. وأنا عن نفسي والله أتمنى أروح أجاهد في سبيل الله في فلسطين، قسم بالله العلي العظيم. الأخير اللي بدي أقول لكم يا بنات، إنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإن شاء الله النصر إلنا والقدس إلنا وفلسطين إلنا، ورح تكون هي آخر مرة إسرائيل رح تسوي شيء. فقط بدي أقول لكم مثلاً بهالأيام، يمكن بعد 3 أو 4 أيام إذا نزلت شيء، أتمنى أنكم تتفهموا الوضع، لأنه أنا هالفيديوهات هالأشياء مصورتهم شهر قبل وما نزلت ولا شيء للحين، لأنه قلت لهم بسبب القضية الفلسطينية ما رح أقدر أني أنزلكم ولا شيء. الله يعيننا يا رب، الله يعيننا يا رب. وأنا رح أضل أني أنشر عن القضية، وإذا أي مساعدة إني أقدر أسويها رح أسويها أكيد. وإنتوا كمان لا توقفوا عن النشر، لأنه هذا الشيء اللي رح أصواتنا رح توصل إن شاء الله، رح توصل ورح نساعد أهل غزة وأهل فلسطين يا رب. أما الشعب الكوري فنص نص، نص مع القضية الفلسطينية ونص مع إسرائيل. أشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله، لأنه أنا الحين رايحة للشغل.